دفعت التطورات التي يعرفها المغرب والعالم أجمع في الوقاية من فيروس كورونا المستجد مجلس الطوائف اليهودية إلى خلق خلية لتدبير الأزمة. ووضح مجلس الطوائف اليهودية المغربية أنه في علاقة دائمة مع السلطات المسؤولة وبالطائفة في الدار البيضاء المكونة من أعضاء من المجلس ومتعاونين من الطائفة اليهودية البيضاء والمنظمة اليهودية وأطباء من الطائفة ومتطوعين. تهدف خلية الأزمة إلى مساعدة مجموع أعضاء الطائفة اليهودية في المغرب المحشورين وتنسيق سير عمل الطائفة. وخلقت الخلية رقما أخضر صالحا لكل من يريد أن يستعلم ويتواصل قصد توجيههم إلى الخدمات الصحية المخصصة وفق إجراءات محددة. وتهتم خلية الأزمة بشكل خاص بدور العجزة البالغين حوالي أزيد من 20 من قدماء الطائفة الطاعنين في السن والهشة مناعيا. ووضح نفس المصدر أن كل الزيارات منعت لهذه الطول ومجمع لفين مع خلق مخزون مؤونة كافية وإعطاء عمولات لنساء النظافة وباقي العمال وموظف العناية وخلق مخزون للأدوية الموصوفة للأشخاص المعنيين علما أنهم ينتظرون هبة من وزارة الصحة لكمامات الوقاية. وتهم هذه الخلية أيضا الأشخاص المعزولين الذين لا يمكنهم التزود بإمكاناتهم الخاصة خلال فترة الحجر. ووضعت خدمة الإيصال لمقتنيات التغذية والنظافة مع الحفاظ على تواصل المنتظم وطمأنتهم ومساعدتهم إذا اقتضت الضرورة لكسر عزلة هذه العائلات وهؤلاء الأفراد المعزولين المقدرين بثلاثين فرد. وأكدت الخلية أن الذبح على الطريقة الطقوسية يجب أن يستمر على الرغم من الصعوبة المتمثلة في اقتراب الأعياد وهو ما يتم معه أخذ الإجراءات الضرورية في هذه الظرفية والتنسيق مع الهيئات الدينية.